هي تباعا لمحفظة الإقراض الموجودة عند البنوك، يمكن يكون فيها تحول في الفترة الأخيرة. التحول كان هو الانتقال من قطاع الأفراد إلى قطاع الشركات، والمحافظة عند مستويات جيدة في الإقراض لمستويات لم تكن أقل عن المستويات السابقة في الإقراض للشركات. وغالبا ما كانت الشركات التي حصلت على قروض هي جزء من العملية الإنشائية الموجودة في المملكة العربية السعودية. يمكن نعرف أنه في تحول كبير في قطاع البنية التحتية في المملكة، والكثير من الشركات حصلت على مشاريع في هذا القطاع الإنشاء، واستفادت منها البنوك في الحصول على تمويلات بأسعار تعتبر لدى البنوك جيدة، بمعنى لم تكن من أسعار ماضية كان السبريد عندها منخفض كما حصل في قطاع الأفراد، لا كانت عند المستويات اللي زي ما يقولون بعد ارتفاع هامش أو ارتفاع السايبر عند مستويات عالية. الكوست اوف فند عند البنوك في محفظة الإقراض الكوربريت تعتبر عند مستويات جيدة، ولذلك نعتقد هناك محافظة لدى البنوك على نتائجها في الربع الثاني من السنة الحالية. طيب سيد إبراهيم، دعنا كذلك نتحدث عن توقعاتكم بشأن قطاع البتروكيم، يعني لديكم توقعات متباينة. أولا لماذا؟ يعني إذا ما تحدثنا عن ينساب بشكل خاص تتوقعون قفزة كبيرة بأرباح الشركة بواقع حوالي 320%، من ناحية أخرى تتوقع تراجع بنتائج شركة سابق وهي بالطبع يعني الشركة الأم واللي بتمتلك حوالي 51% في أسهم ينساب، بالتالي إلى ماذا يعود ذلك؟ وهل يعني هي يعني هل نستطيع ان نعتبرها مواصله لارباح ينساب؟ يعني مع العلم انه ينساب كانت سجلت كذلك ارباح في الربع الاول او تحولت للربحيه في الربع الاول من هذا العام. والقفزات في الربحيه بسبب ان المعدلات التي معدلات المقارنه تعتبر منخفضه جدا لدى ينساب ولدى سابق ولدى قطاع البتروكيميكالز، يعني البيس اللي احنا نبني عليه هو على مستويات مقارنه منخفضه جدا. فلو اخذناها كاماونت لا لم تكن يعني بذاك الارتفاع. يمكن محفظه الينساب او منتجات ينساب تحركت اكثر من منتجات السابق، تعرف السابق عندها اكثر من منتج، بعضها كان حاله الطلب فيه جيده وبعضها حاله الطلب اقل من المطلوب، لا زالت يعني اقل من المطلوب. يمكن ساهم في ارتفاع المتوقع في أرباح ينساب أنه الطلب عند تحسن جيد في موضوع المنتجات ينساب، ولكن ليس بالقدر العالي. بالإضافة إلى أنه الثبات في أسعار الفائدة لمدة تقريبا 6 جلسات أو 6 اجتماعات أعطى أريحية للكثير من الشركات أو الطالبي للمنتجات أن يكون محدد لديهم المستويات التكلفة، لذلك ساعد في ارتفاع الطلب على المنتجات التي تأثرت فيها ينساب. وإن كنا زي ما ذكرت أنها تعتمد على بيس ليس مرتفع، فممكن الارتفاع كهوامش جيد لكن كأماونت يعني عند المستويات لا زالت أقل من المطلوب. طيب سيد إبراهيم، كذلك يعني بالطبع أنتم لا تغطون شركة المراعي، ولكن صدرت نتائج الشركة صباح اليوم تحدثت عن ارتفاع بالأرباح والإيرادات. بالطبع على الرغم من ارتفاع الأرباح إلا أن الأرباح أتت أقل بقليل من التوقعات. التوقعات كانت تشير لأرباح قدرها 642 مليون ريال، أتت عند حوالي 620 مليون ريال. ما تعليقك على هذه النتائج؟ متوقعة كانت نتائج المراعي ووعزتها أيضا الموسمية، يمكن هي أفضل من نتائج الربع المماثل لكن هي أقل من الربع السابق بحكم الموسمية التي تشهدها منتجات المراعي في فترة الحج وفترة شهر رمضان. يمكن يعني الميزة عند المراعي هو التوسع في منتجات جديدة سيكون لها يعني هامش جيد في نتائج الشركة مستقبلا. النمو في قطاع يعني القطاع الغذائي بشكل ملفت، ليس على مستوى المراعي فقط إنما حتى على مستوى الشركات التي في قطاع الغذاء، متوقع أن يكون في نمو الفترة القادمة بنسبة معينة وليست بالنسبة الكبيرة.
للارتفاع في الطلب على منتجاته، وأنا أوعزه للحالة الموجودة في المملكة العربية السعودية والنمو السكاني في المملكة العربية السعودية الذي يؤثر على الطلب على هذه المنتجات، بالإضافة إلى يعني عدد المستهلكين في المملكة لو أخذناها كنسبة في ارتفاع فيه كأعداد، ولذلك سيساهم أن يرفع النتائج، دائما ما يرفع نتائج القطاع الاستهلاكي خاصة في المواد الغذائية.